الجبهة في عقربة، هذه البلدة الواقعة في ريف دمشق، لم تهدأ منذ نحو شهرين تقريبا حينها دخلها الجيش الحر، ومذ ذاك والاشتباكات مع قوات النظام التي تحاول استعادتها على أوجها. غصب عني فاستهدف البلدة. وبالإضافة إلى الاشتباكات اليومية، تتعرض البلدة إلى قصف عشوائي عنيف من دبابات وطائرات النظام، ويفرض عليها حصار كامل من قبل عناصر الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بحسب الجيش الحر، وتحاصر كامل مداخلها مدرعات ودبابات، ما تسبب بقطع كافة مستلزمات الحياة عن البلدة، وقد أدى ذلك إلى نزوح سكانها بشكل كثيف، ولم يبقى الكثير منهم فيها. هذه البلدة تقع على طريق دمشق الدولي، وتبعد عن مطار دمشق 15 كيلومترا فقط، كما تفصلها 4 كيلومترات عن وسط العاصمة، وهو ما يفسر المعارك الحامية فيها، فهي تشكل بالنسبة إلى الجيش الحر مفتاح السيطرة على دمشق. أما قوات النظام فتتخوف من فقدانها، لأن ذلك يعني فقدان النظام السيطرة على جنوب العاصمة دمشق بالكامل. راغدة بهنام، العربية.